ماكتك www.magtech.com.eg. أهلا بكم في خدمة الاجتماعات الثنائية بين العارضين والزائرين في معرض ماكتك بي تو بي بروجرام، المعرض الدولي لتشكيل المعادن وماكينات السي ان سي والعدد ومعدات اللحام والقطع. نقدم لكم في هذا الفيديو تعريفي عن المنصة الإلكترونية الجديدة لمعرض ماكتك لخدمة عملاء المعرض من العارضين والزائرين في الشرق الأوسط وأفريقيا. نظام البي تو بي هو اختصار للبزنس تو بزنس، ويهدف إلى توفير الوقت والجهد من خلال تسهيل ترتيب اجتماعات ثنائية بين الشركة العارضة والزائرين للتعرف على ماكينات ومعدات العارضين وعقد صفقات معهم خلال فعاليات المعرض. كيفية الاستفادة من نظام البي تو بي؟ يجب الدخول على رابط الموقع b2bmagtech.com وعمل registration، ثم تبدأ في إدخال بياناتك كعارض أو زائر. أولاً، للعارضين يقوم العارض بإدخال البيانات المطلوبة لشركته في ثلاث خطوات، وهي: الخطوة الأولى، يقوم العارض بإدخال اسم الشركة والإيميل والباسورد ورقم الموبايل، ثم يضغط register، وسوف تظهر رسالة تفيد بإتمام التسجيل، ويتم إظهارها على الموقع الإلكتروني خلال 48 ساعة بعد المراجعة، ويصل إيميل للعارض لكي يقوم باستكمال البيانات المتبقية. فيعود العارض إلى الموقع ويقوم بالدخول بالإيميل والباسورد، فتظهر صفحة البروفايل الخاصة بالشركة، ويقوم باستكمال البيانات المطلوبة مثل اسم الشركة، نبذة تعريفية عن الشركة، وعنوان الموقع الإلكتروني، وتحديد الدولة واسم ممثل الشركة، ويختار نشاط الشركة، ثم رقم الجناح، ويتم إضافة لوجو خاص بالشركة، ثم يضغط Save and Next. ويمكن إضافة المنتجات والصور الخاصة بالشركة عن طريق Product، وذلك عن طريق إضافة صورة واسم المنتج والمواصفات الخاصة به. الخطوة الثانية، تحديد الفئة المستهدفة من الزائرين ليقوم العارض بعمل اجتماعات معهم أثناء فعاليات المعرض. الخطوة الثالثة، تحديد الأوقات المناسبة لعمل اجتماعات مع الزائرين في المعرض، والأوقات مقسمة من الساعة 12 حتى 8 مساء بمعدل اجتماع كل 25 دقيقة، وساعة بريك من 3 عصرا إلى 4 عصرا. وأخيرا، يقوم العارض بعمل سيف، ثم يتحول بروفايل شركته في صفحة الماتش ريبورت، وهنا يكتمل التسجيل بالنسبة للعارض، ويبدأ الزائر أو المشتري لعمل الآتي. يتبع الزائر نفس خطوات العارض في التسجيل مثل اسم الشخص واسم الشركة وطبيعة العمل والإيميل. ينتقل إلى صفحة الماتش ريبورت ويجد كل البروفايلز الخاصة بالعارضين في المعرض المسجلين بقائمة برنامج البي تو بي. يقوم الزائر بتحديد الشركة العارضة المستهدفة ويضغط على Create Meeting During Expo لكي يتمكن من ترتيب اجتماع معهم في المعرض بخطوات بسيطة. يكتب عنوان الاجتماع، ثم يحدد يوم الاجتماع خلال أيام المعرض، ويحدد الوقت المناسب من الأوقات التي حددها العارض في البداية. تحديد مكان عقد الاجتماع في منطقة عقد الاجتماعات المخصصة من إدارة المعرض أو الجناح الخاص بالشركة العارضة. وإذا اختار جناح الشركة العارضة، سيظهر رقم الجناح الخاص بها تلقائياً. وأخيراً، يكتب باختصار سبب رغبته في الاجتماع مع الشركة التي اختارها ويضغط Done. ويتحول الميتينج ريكويست في صفحة الكالندر بهذا الشكل، ثم يصل العارض إيميل لإخباره بوجود زائر يطلب عقد اجتماع في المعرض، ثم يفتح العارض صفحة الكالندر ويكون أمامه أكثر من اختيار، إما قبول الاجتماع أو رفضه أو تعديل الوقت المناسب، أو يمكنه تحويل الاجتماع إلى زميل آخر معه. وبعدها يتم إرسال إيميل للزائر لإخباره بقرار العارض على الميتينج ريكويست. وفي النهاية، يقوم كل من العارض والزائر في صفحة الكالندر بطباعة جدول المواعيد الخاصة باجتماعات كل منهما على مدار اليوم خلال أيام المعرض. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بربط توصيل الزائرين بالشركات العارضة بمعرض ماكتك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لخدمة مصالحهم بعقد الصفقات التجارية أثناء فعاليات المعرض.
كن في المواعيد واستعد من الآن لترتيب اجتماعاتك في معرض ماك تيك. www.magtech.com.eg